كما يعلم أي لاعب، فإن الفرق بين النجاح وعدم النجاح هو كل شيء عن التركيز. والقدرة على التركيز لفترات طويلة من الوقت هو شيء يعمل عليه اللاعبون ويعملون باستمرار على تحسينه. كيف يمكن إشعال هذا التركيز أثناء اللعب؟ سرعة رد الفعل واتخاذ القرار والوعي المكاني هي ثلاثة من الكفاءات البدائية القصوى المعنية في الرياضات الإلكترونية. بدون هؤلاء لا يمكن للمشارك بأي حال من الأحوال أن يكون قادرا على اتخاذ الخيارات الأساسية التي تشمل وضع الخطط أو اختيار معدات القتال أو إلقاء نوع الأسلوب بالمناسب من السبيلز. يتدرب اللاعبون ذوي المستوى العالي لمدة لا تقل عن 10 ساعات كل يوم لتعزيز التفكير القصير وتحسين ردود الأفعال وقدرات تعدد المهام. من أحد العوامل أن تقترح وتقول إيش متمحور لاسترجع اهتمامك، ولكن القيام بذلك داخل مركز الترفيه هو نوع من المستحيل. لجعل مغامرتك الرياضية الإلكترونية رائعة، تأكد من تطبيق بعض وكل النصائح التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة. السلام عليكم، معكم عزيز المطري، بودكاست A Better Player with عبدالعزيز المطري. من اليوم نتكلم كيف تحسن تركيزك، ويلا نبدأ. البيئة، خذ خطوة للوراء وفكر في محيطك. هل أنت في غرفة منفصلة عن الأشخاص الآخرين في بيتك؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل الغرفة عزلة للضوضاء الخارجية؟ هل يمكن لأي شخص أن يدخل ويخرج؟ لقد أثبت أنه عند اضطراب تركيزك يمكن يستغرق الأمر إذا ما وصل 23 دقيقة استعادتها بالكامل. سماعات الرأس بتكون فكرة جيدة، يساعد إذا كان بيتك مزدحم، ويمكن تعني بيتك المزدحم عقلا مشوشا كما يقول المثل. من المؤكد أنه يمكن تؤدي إلى تشتيت الانتباه، مما يجعلك تركز على أشياء من حولك. يوصف بمساحة نظيفة ومرتبة وهادئة. القهوة، بدلا من تناول مشروبات الطاقة مثل ريد بول أو مونستر لبدء تجربتك الغامرة، يجب ألا تستهلك أكثر من 200 ملي جرام من الكافيين كل 6 ساعات. على عكس مشروبات الطاقة، تعتبر القهوة بديلا أفضل بكثير، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية ولا تحتوي على مواد تحلية صناعية، كما أنها فعالة من حيث التكلفة بشكل عام. في الواقع وفقا للعلم، يصنف الكافيين على أنه منبه يؤثر بشكل مباشر على الدماغ. بشرب كوب قبل أو أثناء المباراة يمكن تعزيز طاقتك على الفور تقريبا، تحسين ذاكرتك وزيادة وقت ردة الفعل، وهو مزيج مثالي للفوز بالمباراة. صفاء الذهن، للتركيز عليك أن تكون هادئا، ولكي تظل هادئا عليك أن تتعامل مع النشاط المستمر والضوضاء التي تحدث في رأسك. هناك العديد من الأساليب المختلفة للقيام بذلك، ويميل الجميع إلى إيجاد طريقهم الخاص. يقدم اليوتيوب مجموعة متنوعة من ممارسات التأمل الإرشادية وإيقاعات الأذنين واليوغا والمزيد. يستخدم بعض الأشخاص تمارين التنفس، والبعض الآخر يستخدم تقنيات التخيل. يجب أن تجرب واختبر الممارسات المختلفة وشوف اللي يناسبك. ومن المهم تخصص وقت لهذا الشيء كل يوم. من المحتمل تكون فترات الصباح فكرة جيدة، بس إذا عندك دوام خليها أول ما تصحى، خليها 20 دقيقة في التمرين اللي أنت اخترته، وتشوف إنه يومك ما حيكون بس تحسن، حتى تشوف نفسك لو أنت تلعب مستواك مرة بيكون أفضل. التمرين، واحد من أكبر المخاطر في صناعة الرياضات الإلكترونية هي أنها مرادف لنمط حياة مستقر. نظرا لأن معظم الألعاب الرقمية تتطلب منك الجلوس ساكنا لفترات طويلة من الوقت، فمن المؤكد أنه يمكن أن تؤثر على وضعك وشكل جسمك وحتى صحتك العامة. وفقا لدراسة جديدة، يمكن يؤدي تدريب القلب المكثف الكارديو يعني لمدة 15 دقيقة قبل البطولة إلى تحسين الأداء التنافسي بشكل ملحوظ أثناء المباراة. لا مكان للعقل المتجول للألعاب مثل League of Legends وببجي وفالورنت وغيرها، ومع ذلك فإن الشيء الجيد هو أنه لا يزال بإمكانك تحسين تركيزك وتحسين هذه المهارة من خلال قضاء الوقت في ممارسة هذه الألعاب ودمج النصائح الأربعة التي شاركناها للتو. تذكر أنك وحدك ما تتحكم في عقلك في نهاية اليوم. لتأكد من استخدام وتضع نفسك في مكان لتحقيق النجاح في مجال الرياضات الإلكترونية المزدهرة. شكرا لسماعكم من هذه الحلقة، كان معكم مقدم هذه الحلقة عبدالعزيز المطري، ونراكم في الحلقة الجاية.